برحب بيكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل، ولسه بنكمل معاكم حلقتنا. ومرة تانية برحب بنيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل. أهلا برحب بيك. بيك مرة تانية سيدنا، وبنكمل كلامنا عن وجود الله وازاي احنا نحس بوجود الله. كنت قبل الفاصل بتكلم عن نيافتك على الإنسان اللي كمان عايز وهو على الأرض يحس إنه في استجابة وإن ربنا سمعه ويحيا حياة الفرح. هو في الحقيقة عندما يرتبط الإنسان بالله ويتحد به حتى في عز الضيقة والشدة يشعر بسلام وهدوء. وما تنسيش ان السلام هو ثمرة من ثمار الروح القدس، يقول لك محبة فرح سلام. والانسان السلام بتاع ربنا ده يقول لك سلام الله الذي يفوق كل عقل. الذي يفوق كل عقل معناها انت مش متخيلة الراجل ده ازاي عايش في سلام وهو عنده الضيقة دي، لان في سلام نزل من ربنا على قلبه. لما انا برفض وجود الله بتذمر على تجربة أو تعب، حقيقة الله أنا بخبيه مش بشوفه، حطيت حواجز من الغضب والزعل والإنكار والرفض، والألم اللي جوايا بيزيد مش بيخف. ففي إيدي إن أنا أخفف ألامي عندما أفتح عيني على وجه المسيح وحضوره في حياتي. هو التعزية الوحيدة، هو السند، هو اللي هيفسر لي ليه الضيقة دي موجودة. حتى لو طالت يا سيدنا، يعني أحيانا حتى بتقعد لو طالت سنين، يعني تجربة حتى لو طالت. وأنا بنشوف بعنينا طبعا في مجالات الخدمة ناس كثيرين في تجارب عنيفة جدا، ولكن يشعرون بسعادة وسلام يملك على قلوبهم. بنروح عشان نتعزى وهو نايم في سرير المرض، أو عنده مصاب أليم جدا، عنده ابن انتقل في صورة بشعة وبتاع، تلاقي سلام الله يملك حياته. فالله مش بس وعدنا بالأجر السمائي، لكن أيضا وعدنا بالسلام على الأرض، لأنه هو ملك السلام. وعشان كده في رسالة رومية إصحاح 8 معلمنا بولس لما كان بيعمل مقارنة بين السالكين حسب الجسد والسالكين حسب الروح، قال ان اهتمام الجسد هو موت، اهتمام الروح حياة وسلام. يعني كان متوقع قدام كلمة موت يحط حياة، لكن قال هنا موت هنا حياة وسلام. حياة ليه؟ لان هناخد حياة ابدية وناخد سلام على الارض. عندما يلتصق الانسان قلبا وعقلا بالله يشعر بالسلام في اي ضيقة. ابائنا الرسل لما كانوا بيبقوا في السجن كان بيرتلوا، وبطرس كان نايم ولا على باله. الآباء الشهداء والمعترفين والآباء اللي تعبوا والآباء اللي كانوا في البرية واللي ما كانش بيلاقي الأكل واللي كان بيضطهد، كلهم كانوا فرحين وسعداء. طبعا الملحدين قالوا إيه عشان المغالطة اللي وقعوا فيها الناس؟ قالوا ده الدين أفيون الشعوب، يعني أنت لما تتدين بتتسطل فتبقى عندك الألم مش حاسس بيه. طب وريني بقى الإلحاد هيعمل إيه؟ هيخلي الإنسان يحس بالألم زيادة. فقال لك ده أفيون. لا مش أفيون، ده حل. الأفيون معناها إن أنا مش عايش في الواقع، لا وعي، وعايش في وهم وسعادة خيالية. لكن الإنسان اللي يعرف ربنا بيعيش في سعادة حقيقية. زي بالظبط إيه؟ تخيلي كده إنسان ثري جدا يسكن في قصر وعنده قصور وفلل وشاليهات، ومتخانق مع مراته وبينهم قضايا، وعنده بقى البوفيهات في البيت وعنده الخدمين وعنده الأكل. طعمه إيه الأكل؟ مفيش حاجة. في المقابل بقى الراجل ده عنده البواب بتاع الفيلا بتاعته، ساكنين في أوضة على باب الفيلا هو ومراته وعياله في أوضة واحدة، لكن سعداء مع بعض بياكلوا بصل وفول وقاعدين منسجمين جدا. مين فيهم سعيد؟ السعادة الداخلية هي الحقيقية. بالظبط كده. فالإنسان الذي يسعد بحضور الله في حياته مهما كان هناك شدائد أو ضيقات هو عايش حياة حلوة جميلة. والتاني اللي ما فيش ربنا في حياته مهما أعطيت له من أسباب السعادة والراحة هو مش not satisfied، مش فارق، مش فرحان، مش راضي، مش مكتفي، مش شبعان. فالإلحاد ليس علاج وليس تفسير
والألم ما هوش سبب كافي أن يقول الإنسان إن مفيش ربنا، العكس ده سبب كافي إن أنا أروح لربنا أقول له رب أنا متألم، فياخدني في حضنه طبطب عليا. يعني التذمر بيبقى هو الحاجز زي ما نفتك كنت بتقول دلوقتي اللي مش مخليني شايف ربنا وسط التجربة وبأنكر وجود الله. بالظبط. على فكرة طبيا كمان المريض المتذمر يتأخر شفاؤه، والمريض المبتسم يخف بسرعة. ليه؟ لأن مقاومة الجسم بتزيد لما يكون الإنسان فرحان، فتلاقيه يغلب المرض. لما يكون الإنسان ديبريسد بقى كده وحزين ومكتئب، تلاقي حتى مقاومة الجسم ضعفت. فالمرض مش بس الميكروبات، حتى الأمراض العضوية يعني تلاقيها زادت، لأن الجسم ما عندوش دافع إنه يقاوم، فمستسلم للمرض وقاعد كئيب. يدخل الدكتور في المستشفى يلاقي فيه مريض متهلل، ده هيخرج بسرعة، ومريض تاني متذمر. أمل ورغبة في الشفاء. بالظبط. سيدنا بنقول ربنا عرفوه بالعقل، وفي نفس الوقت بنقول طوبى للذين أمنوا ولم يروا. غلط إني أفكر بعقلي، حتى لو يعني عقلي بيجيب إني أفكر إزاي ليه إمتى وحلل كل حاجة بالمنطق، ولا الصح إنه بالإيمان من غير ما أفكر بعقلي؟ لا يوجد تعارض بين العقل والإيمان. العلاقة بين العقل والإيمان زي العلاقة بين عيني والنظارة بتاعتي. في حاجات أقدر أشوفها بالعين المجردة، لو قلعت النظارة دلوقتي أنا شايف كويس جدا، وشايف الصليب وشايف الدنيا اللي حواليا، لكن لو جبت لي كتاب مقدس مش هعرف أقرأ. فهحط النظارة هتخليني أعرف أقرأ الحروف الرفيعة. هل هناك تعارض بين العين والنظارة؟ وبعدين لو أنا غمضت عيني ولبست النظارة هقدر أشوف؟ إذا الاثنين يكملوا بعض. العين هي العقل والنظارة هي الإيمان. في حاجة هقدر أوصل لها بعقلي، أوكي، في حاجة بقى عقلي مش جايبها. الإيمان يبقى هو النظارة اللي تخلي عقلي يستوعب. لكن طبعا بدون العقل الإيمان نفسه باطل، زي بالظبط بدون العينين النظارة زي قلت. لو واحد أعمى ولبسنا نظارة مش هيشوف، فلو واحد ما عندوش عقل وحطينا له الإيمان مش هيأمن. عشان كده الكتاب المقدس يقول بالإيمان نفهم. الآية دي مهمة جدا، بالإيمان نفهم. الفهم مهم مش الإيمان بس. لازم بالإيمان أفهم. ليه؟ لأن جايز حتى العقل مش هيقدر يجيبها، فالإيمان يكمل. أنا لو بصيت كده في السماء هشوف السماء لكن مش هشوف المريخ. يعني من هنا سيدنا حتة الجزء اللي العقل مش قادر يجيبه ممكن يوصل للإلحاد، لكن بالإيمان يبقى هفهم. هقول لك المثل كنت هقوله دلوقتي. أنا ما أقدرش أجيب كوكب آخر بعين المجردة، فبيستخدموا أجهزة زي التلسكوب الفلكي ده يشوف حاجة ما كانتش شايفها بعيني. التلسكوب ده هو الإيمان، إن أنا في حاجة ذهني مش جايبها، الإيمان يخليني أجيبها. حتى في حياتنا العادية جايز واحد مهندس بارع جدا في التصميمات الهندسية والمباني أو ميكانيكا أو أي حاجة، لكن لو حصل له مشكلة طبية وقعدنا نشرح له أنت عندك إيه، يقول لك أنا بفهمش في الحاجات دي، قول لي في المبنى هفهمه، لكن أنا الحتة الطبية دي ما بعرفش حاجة. طب هيعمل إيه؟ هيسلم نفسه بالإيمان لطبيب، وهو متأكد إن الطبيب ده كويس وبيفهم أحسن منه في الحتة دي. ولو قاعد يقول أنا مش هخلي الطبيب يمد إيده علي يعمل لي الجراحة إلا إذا أنا فهمت كل التفاصيل، نقول طب خلاص ادخل كلية الطب اقعد 7 سنين على ما تموت، ومش هتعمل عملية زي وانت مش فاهمها، اقعد افهمها بقى. لكن احنا عادة بنسلم أنفسنا بالإيمان، بالإيمان في قدرة اللي قدامي على حاجة يعرفها أنا معرفهاش. كوني أنا ما أفهمش في الطب مش معناها الطب مش موجود، لكن أنا البند ده مش على دماغي. كلنا بنسلم للأطباء بالإيمان، بنسلم للميكانيكي اللي بيصلح العربية بالإيمان إن هو يقدر يعمل حاجة أنا معرفهاش، بنآمن وبنصدق بشركات الأدوية وباخد الدواء من الصيدلي وأنا متأكد إن هو حط داني نفس الدواء المكتوب في الروشتة، وإن الشركة عاملة دواء صح وإن أنا هاخده هخف وأنا ما بفهمش في التفاصيل.
ففي حاجات كتير جدا احنا عايشينها بالإيمان بحاجات محسوسة مادية بشرية، فكم يكون بالنسبة لله؟ لكن كل حد في تخصصه، يعني في إيمان وعارف أنا كمان رايح لمين. يعني أنا أقصد أنه أنا بروح لربنا في كل شيء أنا محتاجه بالإيمان، بطلب منه بالإيمان، عارف أنه هيقدر يعمل لي ده، فأنا رايح لربنا بالظبط. وأنا عارف لكن ربنا يقدر كمان يعمل عايز، لي. بصي هبة، أنا عايز أوصل للمشاهد حاجة. اتفضل سيدي. جايز في موضوع إيماني أنا ذهني مش جايبه، فأنا مش فاهم، فهقول لنفسي طب هو أنا فاهم في الكيمياء؟ هو أنا فاهم في كل الفيزياء؟ أنا فاهم في كل المعادلات الرياضية؟ هل أنا فاهم في الفضاء؟ هل أنا فاهم في الفيزيولوجيا؟ هل أنا حافظ خريطة الأرض وكل الجبال بتاعتها؟ هل أنا عارف عقل الإنسان بيشتغل إزاي؟ هل أنا فاهم الجهاز العصبي بتاع الإنسان بيشتغل إزاي؟ هو أنا فاهم إيه عشان أطلب بقى إن أنا أفهم دي؟ لازم أعترف إن أنا فاهم في حاجة ومش فاهم في مليون حاجة. فبالتالي خدنا من ضمنها بقى الحتة الإيمانية اللي أنا مش قادر أستوعبها بعقلي، لكن أنا متأكد إن هي موجودة حتى لو كان عقلي مش مستوعبها. كلنا بنستخدم الموبايل، قولولي إزاي المكالمة بتوصلي ومفيش سلك؟ في ناس فاهمة لكن أنا مش فاهمها، في ناس درساها لكن أنا مش هدرسها لأنها لا تستهويني. إذا في حاجة أنا بستخدمها ومصدقها لكن مش عارف ايه تفاصيلها. ازاي واحنا قاعدين دلوقتي الناس كلها تشوفنا في كل الدنيا على الهوا؟ ازاي؟ انا مش فاهم، لكن في ناس متخصصين. اذا لازم اعترف ان في حاجات كتير جدا انا ما اعرفش ايه تفاصيلها، لكن بسلم بيها. بسلم بيها. سيدنا، انا عايزه اروح مع نيافتك للخدمه وللخدام، وفي النقطه دي تحديدا لمرحلتين. لو ابتديت بالمرحله اللي هي كبيره شويه والشباب الواعي والمثقف واللي على درجات عاليه في دراسته وفي علمه، ولما بيقعد مع الخادم بتاعه ويبقى عنده اسئله كتير ومش مقتنع بالاجابات العابره او بالتسليم الايماني من غير مناقشه، الخادم يتعامل مع الشاب او الشابه دي ازاي؟ ازاي يوصل له ولو في حاجه هو عاجز انه يوصلها بالمنطق او بالعلم، يعمل ايه؟ هو طبعا نمرة واحد، أنا نفسي كل الخدام يكونوا مثقفين وقارئين وواعيين ويدخلوا إلى العمق، لأن احنا النهاردة في اتجاه كده داخل علينا من كنائس غريبة إن احنا نلعب الشباب، نلعبهم بس، نلعبهم، نجيبهم باللعب، نجيبهم باللعب، وبعدين فين المعرفة؟ فين العمق؟ فين الممارسة الروحية؟ فين النسك؟ فين السجود أمام الله؟ فين المخدع؟ فين الكتاب المقدس؟ فين قراءة اللاهوت؟ فين بقت لا الخدام ولا المخدومين قابلين الحاجات دي؟ طب في الآخر إيه بقى النتيجة؟ فنمرة واحد، إحنا كخدام يجب أن نكون واعيين ومثقفين وقارئين ونبذل مجهود في المعرفة. نمرة اتنين، أكون إنسان مليان بالحب، لأن اللي قدامي مش هيسمع لي إلا إذا كنت أنا بغرقه حب. العلاقة بيني وبين الشباب يجب أن تكون كلها محبة واحترام، احترام لعقليته واحترام لظروفه وعدم احتقاره، وما نخليش نفسنا طبقة وهم طبقة. حتى احنا الإكليروس، الأباء الأساقفة والأباء كهنة، ما نعملش جاب فجوة بيني وبين الشباب. أنا كأن أنا كلنا أولاد تسعة، أقف معاهم في حوش الكنيسة ونضحك ونهزر ونتكلم ونتقرب، دي هتختصر لي نص السكة، نص السكة، لأن هو بيحبني عايز يسمع لي، جه سألني لأنه بيحبني مش جه علشان يعاكسني ويغزني ويتحداني، ده هو جاء عشان يستفيد مش جاء عشان يستفزني. نمرة ثلاثة، إن احنا نكون طوال البال. يعني الشاب اللي بيسألني سؤال وأجاوب بيقول لي أوكي، ده مريح بالنسبة لي، لكن أنا خايف عليه لأنه هيروح لواحد تاني يغير دماغه في الإلحاد أو في أي حاجة غلط وهيقول له أوكي برضه، لأن هو سهل إنه يقتنع، لكن اللي هو بيعاكس وبيعافر وبيقاوح يناقش كتير وأنا اتضايقت منه من كتر ما أوحيته، هو ده الحلو. لأن حتى لو جه حد يجتذبه لأفكار غريبة غير أرثوذكسية أو غير مسيحية أو غير إيمانية هيعافر معاه برضه لأنه هو قوي. فأنا أفرح باللي بينكشني أكتر من اللي بيسمع لي بسرعة، فنطول بالنا على الشباب ونتحاور معاهم بهدوء. نمرة أربعة،
مش شرط لما أقول كلمة يسمعوها ويقتنعوا بيها، مش شرط. ده المسيح نفسه اتكلم والناس ما اقتنعتش. يوم المسيح اتكلم عن جسده ودمه في إنجيل يوحنا صح 6، كل اللي حواليه سابوه مشيوا ما عدا ال 12 تلميذ، كلهم سابوه، قالوا الكلام ده مش ممكن نسمعه ولا هنقتنع بيه، ولا مين انت مين عشان تدينا جسدك ناكله ونشربه. والمسيح مع ذلك ما زعلش وما لغاش الفكرة علشان ما يزعلش الناس. اللي عايز يآمن تعالى، مش عايز تآمن انت حر، بس هترجع لي بعدين. ولذلك بص للتلاميذ الاثناشر قال لهم: لعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا، يعني لو مش عاجبكم الكلام مع السلامة، انا مش بجبر حد على انه يصدق اللي انا بقوله. يجب ان يكون ده منهج عندنا، لان انا احيانا بحس ان الخادم او الخادمة مسك الولد هيقنعه، يعني هيقنعه، واذا ما اقنعوش يحس بالفشل. مش منهجنا. انا منهجي الحوار، واقول واللي عايز من له اذن للسماع فليسمع. هو بيبقى عايز يقنعه او مش عايز يسيبه لانه خايف ان خايف عليه يفضل في فكره ده. اوكي، بس مش هتيجي بالطريقه اللي هي القهر دي، لكن تيجي بان انا بطرح فكره وراي صائب ومعلومات عميقه، واسيبه هو يدورها في دماغه ويقتنع بيها لوحده. سيدنا، لانه انا سمعت رايين، راي بيقول لازم نناقش زي ما كنا بنقول دلوقتي ويوعي ويفهم وبالحب يبقى في استجابه، والراي الثاني بيقول لا، حتى لو من غير المناقشه من غير ما اقنعه بالحب، بس اني احتويه ينزل معايا خدمات يشوف بعينه المسيح يلمسه من غير ما اتناقش معاه. حسب نوعيه اللي قدامي. يعني ممكن فعلا واحد يجي يسال سؤال في الالحاد وانا عارف ان هو عنده مشكله في البيت، فقبل ما اجاوب على السؤال اقول انت عامل ايه، اخبار بابا ايه، طب المشكله ده. دخلنا في موضوع تاني، حاسس ان انا بقى مهتم بيه وبتعاطف معاه وبحتضنه، واجي ازوره في البيت، واذا كان في مشكله نحلها، اذا كان في احتياج مالي نديهوله، خلاص بطلت الحكايه. لكن في واحد لا، جاي قاري كتب الملحدين ومقتنع بالفكره، ما عندوش مشاكل في البيت وناجح في دراسته، عايز بقى الفكره بالفكره، اوكي نتكلم حسب اللي قدامي محتاج ايه، لكن ما تبقاش قواعد عامة. لكن عايز أقول في كل الأحوال لازم أطول بالي، لازم أدي مساحة من الوقت للي قدامي أنه يدور الفكرة في دماغه. لازم كمان ما يخرجش من قدامي حاسس أنه مهزوم، لأن إحنا أحيانا بنعمل كده. أقول لك أنا قعدت كلمته خليته ما عرفش يحط منطق، بس هو هيرجع بقى متضايق أنه اتغلب، فيعمل إيه؟ يجيب كتب الحاد تاني ويقرا تاني عشان يرد على اللي انا قلته له. دخلنا في معركه ملهاش نهايه، تحدي. بينما انا لما بطرح قدامه فكره واديله فرصته هو يفكر يقتنع بيها داخليا، وحتى لو في يوم من الايام هو رجع عن الحاده ونسي ان انا اللي قلت له الفكره دي، ما يهمش. انا مش في الاخر عايز مين اللي غلب، عايز هو ينقذ من الورطه اللي داخل فيها، عايز حكمه. يعني سيدنا احنا بنتكلم على سن الشباب، لكن لو اتكلمت على السن الصغير والاطفال، ابسط ايمان هو ايمان الاطفال، واللي بنقوله لهم في الكنيسه في مدارس الاحد بيبقى امين طبعا ورا كل الحاجه بتاعت. لكن دلوقتي شويه الانترنت وكل وسائل التكنولوجيا الحديثه خلت برضو افكارهم بقت اكبر. وسؤالي لنيافتك هو سؤال ام، اتمنى انها تكون بتسمع الاجابه من نيافتك دلوقتي ولبنتها سحبت السؤال، لان هي سنها صغير، لكن أنا أضمن من إيه إن ربنا هو اللي كاتب الكتاب المقدس، ما ممكن يكون أي حد تاني. وكان في مناقشات كتير هي قالت بينها وبين بنتها، لكن النتيجة ما كانتش إيجابية. لا أبدا، بالعكس، برضو الأطفال الحوار الهادي وما نتكاش على الموضوع، يعني على طول أغير أوجه ذهنه لحاجة تانية، لأن برضو الأطفال ذهنهم بريء ولسه تندر كده، يعني حساس، ما يستوعبش امور كثيره، لكن اقل المعلومات بتكفيهم. وما اقعدش ادخل في تفاصيل واتك على الموضوع واقعد كل يوم اساله انت ايه غيرت فكرك، يعني الاطفال غير كده. فممكن اقول لا طبعا، الكتاب المقدس هو كتاب ربنا، بدليل ان ما فيش كلمه فيه غلط، وكل الوعود اللي قالها في الكتاب المقدس نفذها وبيحققها لنا. النبوات اللي اتذكرت عنه في العهد القديم اتحققت فعلا في العهد الجديد، واحنا حاسين ان المسيح فعلا بيكلمنا من خلاله. ونحفظ ايات جميله
تخلي الطفل حاسس ان الكتاب ده جميل جدا، كويس ان انا احفظ منه ايات لانه بيعلمني حاجات حلوه. وبعدين على طول نحود على موضوع تاني علشان زي ما قلت لك ما يركزش في الحكايه دي. لكن معاك حق ان اطفال هذا الجيل بقوا بيفكروا بطريقه جميله. يعني في لسه ام بتقول لابنها انت عملت كذا كذا كذا، قال لها مين قال لك؟ قالت له العصفور، قالت له. فسكت. تاني يوم لما رجع من الحضانه بتقول له عملت ايه النهارده؟ قال لها العصفوره ما قالتلكيش ليه؟ فالاطفال دلوقتي طبعا بيفكروا، ما ينفعش اتعامل معاهم بالبساطه اللي هي بتاعت سنين، ما فيش بساطه دلوقتي، عايزه برضو الواحد يبقى حكيم في انه يتعامل معهم بطريقه تناسبهم، في نفس الوقت ما تستخفش بعقلهم، لان هما فعلا الميديا الحديثه خلتهم اكثر نضجا من الاجيال القديمه. يعني ده بيتطلب من الخدام في الاول بحث كتير وحكمه اكبر في التعامل مع السن ده طبعا. وزي ما نيافتك قلت حاجه مهمه دلوقتي، انه ما ركزش على الضعف اللي عنده او الحاجه اللي واقعه منه وافضل اكررها واساله كتير، ده بيجيب نتيجه عكسيه مع بالظبط. سيدنا، تدريب نيافتك النهارده بتديه لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده في الحلقه ولكل الشباب، ازاي نحس بوجود الله في حياتنا واسلم له فما وصلش لمرحله مع الشيطان انه يوصلني للشك وبعده الالحاد؟ هو طبعا المفتاح للحياه الروحيه هو الصلاه، والصلاه الدائمه. وابسط صلاه تحسسني بحضور ربنا في حياتي هي صلاه يسوع، لما انادي اسمه واناجيه وامتع نفسي بحضوره في حياتي واشركه في تفاصيل حياتي. لو بشرب كوباية مية خليه يشرب معايا، لو بشرب كوباية شاي يشرب معايا، لو نازل بيت من بيتنا ينزل معايا، هركب الأتوبيس خليه هو اللي يجيب لي الأتوبيس. يعني يدخل المسيح في تفاصيل حياتي ويشاركني ونمشي مع بعض في كل مشوار، في كل خطوة، في كل فكرة، في كل رأي. حضور الله في حياتي دي حاجة مهمة جدا، وهيبقى خبرة معاشة. ليه؟ لأن فعلا المسيح يتجلى في حياة الإنسان اللي بيستحضره ويقول له تعالى يا رب معايا. وهتلاقي في مواقف صغيرة جدا جايز ما تتحكيش، لكن بيتربي عندي خبرة. لما أقول له يا رب فكرك أمشي من الشارع ده ولا من الشارع دوت، أنا بتكلم معاه، وبعدين لقيت نفسي ماشي في الشارع أقول فعلا تصور لو كنت دخلت من هنا كان يحصل كذا. فأشكرك يا رب أنت فعلا واخد بالك مني حتى في المشوار بتاعي. أصبحت علاقتي بالمسيح مش كتب والمعلومات ولا وعظات، لكن خبرة حياتية بسيطة. مش لازم مشاريع ضخمة وننقل جبل مقطع، لكن في التفاصيل البسيطة هو يشاركني فيها ويقود خطواتي البسيطة. فيبقى بعد كده لما يجي حد يشككني في المسيح أقول له إزاي ده أنا عشرة. سيدنا نفتك دلوقتي بتدينا تدريب ازاي يكون الله موجود في حياتنا، لكن يبدو ان احنا معانا استفسار من الاستاذ صبحي من القاهره. الو الو علي. ايوه مساء الخير يا استاذ صبحي. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ست الكل. اتفضل يا استاذ صبحي. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور، بعد تقبيل الايادي. ربنا يخليك، اهلا بك. أنا من شبرا الخيمة، كنيسة العذراء والأنبا بشوي. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك إيه؟ موضوع الإلحاد ده ناتج عن إيه؟ عن عملية يعني تدخل فيها الشيطان، ولا من كتر القراية أو التعمق في الدين يا سيدنا؟ هو طبعًا لا شك ان كل شر موجود في الدنيا بيبقى الشيطان وراه برضه. يعني الشيطان من مصلحته ان الناس تتوه عن ربنا، لكن فكره ان الواحد كتر التعمق في الدين يخليه ملحد دي فكره مش مظبوطه، او كتره القرايه تجننه او تخليه يلحد دي مش مظبوطه. لان الكتاب المقدس بيقول بالعكس، قال الجاهل في قلبه ليس اله. وإذا كان في علماء ألحدوا، ده مش سبب كافي نقول كل العلماء ألحدوا، لأن في علماء مؤمنين جدا
وقالوا أقوال جميلة في الإيمان، وهم علماء على مستوى عالي جدا ولهم مكانتهم العلمية. يعني العالم الذي يلحد هو بيدل بإلحاده على أنه علمه ضئيل حتى لو كان في تقدير الناس من العلماء. لأن العالم اللي بيقول الله مش موجود، أقول له ليه مش موجود؟ يقول لي لأن ما شفناهوش. طب أنت في حاجات كتير ما شفتهاش ومع ذلك بتؤمن بيها، اشمعنى الله يعني؟ يقول لي إن الكون اتعامل بنفسه، اتعامل بنفسه إزاي؟ يقول لك صدفة. تقول له صدفة دي كلمة علمية؟ في حاجة في الدنيا بتحصل صدفة؟ إلا الحاجات العشوائية لما يكون حاجة منظمة. يعني لو أدخل استوديو زي كده في كهرباء وفي إضاءة وفي تصوير وفي صوت وفي ديكورات، ده يبقى عشوائي يعني؟ ده صدفة؟ أكيد في حد وراء. فإزاي واحد يدعي أنه عالم أو يقال عليه أنه عالم وبعدين الاخر يقول لك الكون معمول صدفة؟ طبعا الموضوع واسع، لكن عايز اقول لناس محدش يخاف من القراية، بالعكس اقروا، محدش يخاف من التعمق في الدين، بالعكس الايمان بتاعنا ايمان قابل للفهم والاستيعاب، مفيش حاجة بتلخبط العقل ولا تقود الناس للإلحاد، بالعكس يعني. بشكرك جدا يا استاذ صبحي على مداخلتك، بشكرك. والنظام كمان يا سيدنا، نظام الكون يعني مش مجرد ان الكون اتخلق صدفة طبعا. على حد تعبيرهم، لكن لو بصينا ازاي منظم وماشي بالطريقة دي، لا في اله بيدير كل ده طبعا. لو احنا فتحنا البند دوت مش هنخلص، لان كل حاجة فيها تفاصيل لا يمكن لما نعرفها نقول ان هي جت صدفة، لا يمكن. في جسم الانسان، في النباتات، في الحيوانات، في الفلك، في الجيولوجيا، في الكواكب الأخرى، في نسبة الأكسجين، في جاذبية الأرض، في درجة الحرارة، في حركة الأرض حوالين نفسها وحوالين الشمس، كل حاجة بحكمة فائقة. وبس الإنسان يدي نفسه فرصة أنه يتأمل وهيلاقي وجود الله في كل حاجة حواليه. أنا بشكرك جدا جدا يافت الحبر الجليل الأنبا رفائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، شرفتنا سيدنا. شكرك يا هيك. شكرك. مشاهدينا، أكيد كل واحد النهاردة بيقول لنفسه أنا عارف ربنا، بتكلم معاه، بحس بيه، حاسس كمان بقيادته لحياتي. لكن كمان كل واحد النهاردة لازم يقول لنفسه أنه في حاجات في حياتي ملهاش حل ولا معنى غير أن ربنا موجود. بشكركم جدا جدا على متابعتكم، وشوفكم السبت الجاي وحلقة جديدة وشبابيك.